من 45 ألف متفرج. يعني ما درجات ملعب محمد الخامس والعاصمة الاقتصادية هي يعني ضرف. ما تعليق على هذه الصورة؟ الصورة بالنسبة لي عادية بالنسبة لنادي كبير وعريق كفريق الوداد البيضاوي. الكل متحد من أجل الظفر باللقب رقم 18 لفريق الوداد البيضاوي. قدموا لقاء في المستوى، خصوصا أن عرفنا الوداد في مرحلة ديال الذهاب عانت في مقابلات من نفس في مقابلة من هذا الشكل هذا، خصوصا ملي كيكون كتواجه فريق اللي كيلعب بواحد أن بلوك ديفونسيف باك كتلقى مشاكل باش تمر في الهجمات في ليزاتاك بلاسي ديالها. العكس هو باش تفاصيل المباراه مراد، يعني الحضور الجماهيري لهذه المباراه كان حضور يعني قياسي. ماذا ما هو احساس اللاعب في حضور يعني جماهيري بهذا الحجم؟ اول حاجه ملي كتشوف جمهور مجند بهذه الطريقه هذه، وكما سبقني قلت لك هذا الشيء بالنسبه لي انا عادي، ولا بالنسبه للاعبين كاملين عادي، لان اللاعب في فريق كبير كفريق الوداد البيضاوي الا وغتعيش كل اسبوع هاد الاجواء هادو. كنظن هاد السنه هادي سنه استثنائيه غتكون النادي، لان عرفنا المشاكل اللي مر منها النادي في السنوات الماضيه. كنظن ان فريق الوداد البيضاوي في الطريق الصحيح. ثنائيه نظيفه مراد، في شباك الفريق الضيف نهضه بركان، الفريق يعني الجريح محليا وقاريا بعد خروجه الاسبوع الماضي من مسابقه كاس الكاف. ربما المنطق احترم، فريق يتصدر، فريق يعاني، نتيجه ربما مقبوله جدا. مقبوله بالنسبه للوداد البيضاوي انه حقق الاهم، اما بالنسبه للنهضه البركانيه شفنا الفريق انه دافع بشكل جيد لغايه الدقيقه 45 تسجيل الهدف ديال كوني من بعد القذفه ديال حسني، ولكن في التحول من الهجوم من الدفاع للهجوم ان شفنا قدر انه فريق الوداد لقى مشاكل في الشوط الاول في لاعب الهجمه المنظمه، وقدر اخميس ولا العربي الناجي انه يفك كرات في وسط الميدان، ولكن التحول من الدفاع للهجوم كان فيه مشاكل كثيره، كان بطء، ما كاينش عمق في الهجوم، ما كاينش لاعبين سريع اللي غيعطيو حلول للاعبين ديال الوسط. فريق بركان بالنسبه لي انا الايقاع ديالو ما بقاش منذ الفريق بدا عاجزا يعني منذ نهايه ديال الحارس عقيد، منذ نهايه ديال كاس العرش انه فريق تراجع بواحد الشكل رهيب، خصوصا اداء بعض اللاعبين، لان كنعرفوا المسؤوليه ما غنحملوهاش للطاقم التقني بوحدو، كنحملوها كذلك اللاعبين، لان بعض اللاعبين اللي كيشكلوا العمود الفقري ديال نهضه بركانيه غابوا لواحد الفتره اللي طويله بزاف. ولكن مراد يعني اذا يعني حاولنا مقارنه الفريقين معا، ففريق الوداد البيضاوي يتوفر يعني على ترسانه بشريه قويه وقويه جدا خاصه في خط الهجوم. نتحدث عن لاعب يعني اعجبني كثيرا، لاعب راشد حسني، لاعب صنع الهدف الاول وسجل الهدف الثاني، لاعب يعني بمواصفات كبيره جدا. توفر على تركيبه بشريه متجانسه داخل فريق كبير، كتحسن من الجوده ديال التنافسيه داخل الفريق، وبالتالي رغم غياب الكرتي اللي لاعب مهم في تشكيله الوداد، حسني قدر انه يقوم بالدور اللازم، رغم انه لقى صعوبات، ما قدمش لقاء كبير في المستوى، ولكن انه لاعب اللي ما يقدمش لك لقاء على المستوى التقني الكبير، ولكن ساهم في جوج ديال الاهداف، سجل هدف وساهم في هدف، كيبقى لاعب عنده مستوى تقني ممتاز، ولاعب اللي يمكن انه يتطور ويزيد يفيد فريق الوداد البيضاوي. اذا فوز جديد لفريق الوداد البيضاوي. مراد، هل يمكن ان نقول بان تركيز الوداد المطلق في البطوله الاحترافيه منحه الافضليه على باقي الفرق المشغله بالمسابقه القاريه، خاصه رجاء البيضاوي والمغرب التطواني، ام ان الفريق يملك كل اسباب النجاح؟ اذا راى يعني مكتب مسير لم يترك شيء للصدفه، فريق يعني مدجج بالنجوم، جماهير عاشقه. انا امكانيه النجاح دائما خصها تكون متوفره داخل الانديه الكبيره، لا الوداد لا الرجاء لا الجيش الملكي. الوداد هاد السنه هادي كما تكلمتي هناك امور اللي عاديه متوفره اللي غادي يمكن لها تخلق مشاكل ما كايناش. التركيبه البشريه تركيبه بشريه قويه، كنشوفوا حتى المهاجمين الاجانب عنده احسن المهاجمين الاجانب داخل البطوله، ويمكن هدف البطوله يمكن ان ايفونا نقارنه حتى في افريقيا ولا في شمال افريقيا، مع بغض النظر مع البطوله التونسيه مقارنه مع البطوله التونسية أو المصرية. الإيفونا الآن لاعب اللي عنده أسهم ديالو في ارتفاع في السوق، كنظن أنه لاعب اللي كيلعب مع أوباميانغ في خط هجوم ديال المنتخب الغابوني، كنظن أنه لاعب كبير وربح كبير فريق الوداد. عودة أونداما كذلك، كوني في الحالة جيدة ديالو، كنظن التركيبة البشرية كتوفر عليها الفريق الوداد البيضاوي ما يمكنلوش أنه رغم أنه يكون منشغل بعصبة الأبطال. بغض النظر مراد عن الأسماء التي يتوفر عليها فريق الوداد، هل يمكن أن نقول بأن الفريق يستفيد أو استفاد من انشغال باقي الأندية، حديث طبعا عن القطب الآخر؟
للعاصمة الاقتصادية الرجاء وأيضا المغرب التيتاني حامل اللقب. كل أندية والرجاء علاش ما مركزاش في البطولة؟ عنده مشاكل ديالها. التيتوان علاش ما مركزاش؟ عنده مشاكل ديالها. كنظن التيتوان مع الإصابات ديال اللاعبين والذهاب اللي كان ماشي في المستوى خلاته أنه يبعد على المقدمة. سنعود للتيتوان لاحقا. الرجاء البيضاوي كذلك شفنا أنه في البطولة وتغيير المدربين ما خلاش الفريق يستقر. الآن بدينا كنشوف ذو استقرار رغم احتجاجات على المدرب رومان. الآن النتائج بدات كتعود تدريجيا. كنظن ان البطوله غادي يكون فيها تشويق في النهايه ديالها خصوصا مع العوده ديال الرجاء للمطارده. نعم مراد، الوداد اذا في الصداره بفارق 5 نقاط عن اقرب المطاردين وهو الكوكب المراكشي. توتشاك يقول رغم يعني تباقي 8 دورات فقط، يقول بان التتويج باللقب لا زال بعيدا، يجب الفوز بباقي المباريات ان اراد الوداد 7 نقاط. 5 نقاط فقط عن فريق الكوكب المراكشي اعتقد. الكوكب عن صاحب المركز الثاني. عفوا. هل تعتقد بان يعني هو تصريح ذكي من توشاك الذي يريد ازاله الضغط عن اللاعبين الذين اصبحوا مطالبين اكثر من اي وقت مضى بالتتويج بلقب البطوله الاحترافيه؟ لا 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 اظن انه تصريح دبلوماسي، باش كنظن انه تصريح ازاله الضغط عن اللاعبين. ما كاينش ازاله الضغط، كنظن انه تصريح عادي وتصريح اي مدرب يمكن يقولوا، لان باقيين 8 مقابلات، بقى هناك مقابله ديربي ضد مع الرجاء، والرجاء كنعرفوا عنده مقابله مؤجله، الكل البطوله باقا ملعوبه في التيران، الوداد عنده كبيره ولكن باقي ملعوب. هذا بالنسبه لفريق الوداد مراد. بالنسبه للفريق البركاني لم يفز في اربع جولات الأرض.